وقتي قالت قال هذاك وقت العنسي وقت ابراهيم الحمدي وما يهم البال وش وقتي يا اخي عيد خلي لي بعد العيد مبروك عليك بالعيد. انه يغني اغنية عيدية ذائعة الصيت، ليس ابتهاجا باللحظة العيدية لكن حنينا الى تلك الايام التي خلت حين كان للعيد مذاقه ونكهته وفرحته واغانيه المصاحبة في ذلك الزمن الجميل في عهد الرئيس الذي اصبح من الذكريات الحزينة. سلم على احبابك. الحين ما بسلم، قفلت. الحين انتهت. انتهت. كنت ابيع الكيلو ب 20 ريال والعام ابيعه ب 3000 بتاع الرضيع. الان بخمسه بسته. يمنيون ضحايا الحرب وعيد دون أضحية، يتحدثون بنبرة الفاقد للأمل في الأضاحي، ويربطون سعر الأضحية بارتفاع الدولار في ظل انقطاع الرواتب وتضاؤل الدخل وضعف الموارد العامة والخاصة. الحرب منذ الانقلاب والاجتياح ألقت بظلالها على اللحظات العيدية والاستعدادات التي تتضاءل عاما بعد عام، إلا أن الأضاحي في هذا العيد وصلت إلى سعر غير مسبوق وتخلو أغلبية المنازل منها. قد تصدق المرويات الشعرية عن حال اليمنيين بأية حال عدت يا عيد، وهم يقلبون أياديهم وعلى وجوههم مكابدات الحياة اليومية والاحتياجات، غير قادرين على تدبر الأساسيات الضرورية في عيد لا يسر الناظرين. الوضع الاقتصادي انعكس بدوره على حياة المواطنين واختفت ملامح العيد الكثيرة، وحتى الذين اعتادوا السفر من المدينة إلى الريف فيما يسميه اليمنيون بالعيد الكبير تقطعت بهم الطرق ووسائل المواصلات وقلة ذات اليد. حبة الزبادي كان بمية، للحين حبة الزبادي بمية وخمسين. نحن لا يعني لا ظلمونا التجار حقنا وظلمونا المسؤولين. يا رحمة على المواطن الذي هو جال الشاقي. لا ملامح عيدية اعتيادية في الريف أو المدينة، وهناك عزوف كبير عن الشراء بسبب الارتفاع غير المسبوق للأضاحي وتفاوت الأسعار من محافظة إلى أخرى، لكنه متقارب في الارتفاع. الأعمال الإنسانية أو ما يعرف بالعمل الخيري قد يخفف من معاناة الناس في أيام العيد، ولكنه هو الآخر يشهد تراجعا خصوصا في مناطق سيطرة الانقلاب التي تمارس تضييقا على الأنشطة الإنسانية والخيرية. هو العيد إذن يقرع أبواب اليمنيين التي تبدو موصدة، محدودة المباهج، محدودة الأضاحي، محدودة الفرحة أيضا. يلملم اليمني ما تبقى في حوزته من لحظات عيدية تتراجع كلما طال أمد الحرب منذ الانقلاب والاجتياح.